السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم، الحمد لله على السلامة. قلقتنا عليه، مال دماغك يا زميلي؟ سلامتك يا سالك، ايه اللي صابك؟ قبل ما تقول اي حاجه يا معلم، انا موافق على اي حاجه تعملها فيها جزاتي على الغلطه اللي غلطتها دي. وانا مش مستنيك توافق ولا لا يا خفيف، اتكلم. امبارح البت مرفت يعني. عارف، ولسه قافل مع الدكتور دلوقتي في التليفون، وعرفت انها بقت تمام التمام، وانكم مشيتوا من عنده امبارح بالليل الساعه 11 ونص. كمل من بعد كده. مفيش يا معلم، كنت جايبها وجاي على هنا اهو. اول ما وصلت طريق العزب الدنيا كانت هس هس، طلبت مني يعني ان احنا نريح خمسه كده على جنب عشان رجلها كانت وجعاها ومش مستحمله هزه العربيه. قلت ماشي، رحت واقف على جنب كده ونزلت اشرب سيجاره ولما مؤاخذه افك حصر. اول ما رجعت عشان اكمل لقيتها طلعت بايديها ونزلت على دماغي بعزم ما فيها بحاجه ناشفه. ما فوتش الا بعدها بشويه حلوين كده، فوت ولقيت نفسي مرمي على الارض، بس هي والعربيه بح. لا يا راجل، مش مصدقني يا معلم. انا كنت عارف انك مش هتصدقني. طب يمين بالله هو ده اللي حصل؟ كمل. مفيش، شلت نفسي بالعافيه لحد ما وصلت عند اجزخانه في اول عمار. ما انت عارفها يا معلم. طب ويمين بالله الدكتور اول ما شافني بل ما بقاش مصدق ان انا وصلت لحد عنده كده عادي يعني، بس الحمد لله هو عمل اللازم وخيطها لي. طب يمين بالله دماغي دي واخده اربع غرز. تعرف تكتم؟ تمام. ابو رملة، عمر كبير. وما عاملة ايه دلوقتي؟ لسه في المستشفى. امان يعني؟ امان. تخرج بالسلامة ان شاء الله. طيب اسألك، روح استريح يا ابني، روح نام عشان انت واخد اربع غرز في نافوخك. يلا يا ابني يلا. تمام يا معلم. تلجا، عمرك كبير. شوف لي بنت من اللي جوه تحضر لي الفطار. تمام يا كبير. تعال ورايا. انت وازاي وفين ما تسألش ولا تحاول حتى تعرف، واخد بالك؟ لو حاولت تتشقى كده ولا كده ولا تتعفر انا شايفك ومراقبك من بعيد، واخد بالك؟ ما تغيرش نمرة تليفونك علشان انا هغير تليفوني. ماشي يا ابو رملة؟ احنا عايزين نمشي انت يا كبير. من النهارده تختفي تمام بالحب. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تساعد اول وزير الداخليه يعني تحبس النفس وتقف انتباه انتباه تمام يا فندم. بص بقى، العميد صفي الدين اقدر واحد يعرف يشوف هو عايز ايه وبيشتغل ازاي وبيمشي شغله ازاي، ومفيش اي حد يقدر يتدخل في قراراته الا القيادات العليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها اتأخرت عليكي؟ مش قوي، بس لو كنت اتأخرتي نص ساعة كمان كنت كلمتك في التليفون. قوليلي رجلك عاملة ايه دلوقتي؟ النبي يا بودة بتنقح عليا قوي، وكل ما توجعني كده أبقى حاسة إن أنا عايزة أموت نفسي من كتر الوجع. الحمد لله دلوقتي بقت أحسن. قوليلي أنت عملتي ايه؟ موجودة في المستشفى النيل، بس عليها حراسة. واحدة معرفة بتشتغل هناك قالت لي انها هتجيب لي اخبارها اليوم بيوم. بس اطمن. يعني خير؟ طبعا خير. طب والمحامي عملتي معاه ايه؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7 فقط. على بال ما ناكل لقمة ننزل نروح له على طول، ميعادنا معاه 9. محامي كويس ده يا بودة؟ مش سهل، واسمه كبير ومسمع، وكمان زبون قديم، يعني عد الجمايل بقى. ربنا يخليكي ليا يا بنت. يا بنت بطلي هبل، احنا اخوات. تاكلي حاجه معينه؟ اي حاجه، انا مش فايقه خالص للكلام ده. طيب بنت. ها الحاجه الوحيده اللي محتاجين نشتغل عليها في قضيه والدتك دي، إننا نشوف لنا سكة في إدارة البحث الجنائي نثبت بيها إن العقد سليم، لأن لو اتثبت إن العقد ده مزور والدتك هتبقى متورطها وموقفها يبقى صعب جدا في القضية. وده هيحصل إزاي يعني؟ دي محتاجة ترتيبة. سيبيني كده أما أشوف هي إيه وأقدر أقول لك بعد كده هنعمل. يعني هتشوف ده إمتى يا أستاذ؟ يا ستي مش هنتأخر، ده هما بكرة أو بعده بكتير. تقرير الطبيب المعالج لوالدتك بيقول انها ما تقدرش تسيب المستشفى قبل 14 يوم من تاريخه، وبيقول كمان انه ما حدش يقدر يعمل معها اي اجراءات الا التحقيق. بس انا هعمل ده بقى بدري عشان لما اروح ازورها افهمها واقول لها تقول ايه بالظبط اثناء التحقيق معاها، وانا عارف هقدر اعمل ايه بعد كده، وعشان كمان ما يبقاش في تضارب بين اقوالها وبين نتيجه البحث الجنائي على صحه العقد. بس زي ما قلت لك انا محتاج يومين. بيت يا بود، مش فاهمه الكلام اللي بيقوله الراجل ده كويس ولا ايه؟ على قدي. مش مشكله يا استاذ، المهم ان انا مطمنه لك. ده كفايه يا اخويا صيتك. متشكر قوي يا ميرفت. على العموم ده الكارت بتاعي، خديه وروحي بيه الشهر العقاري وقولي لهم انا عايز اعمل توكيل محامي للاستاذ صاحب الكارت، وزي ما يقولوا لك هناك اعملي بالظبط. حاضر. مطلوب مني حاجه تاني؟ خلي التوكيل معاكي وتدوني لما نتقابل المره الجايه. اللي هو يعني بعد بكره؟ ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. ما تقول يا رب يا بنت.
يا رب. انت رايح فين يا عمر؟ هروح اقعد شويه في العين السخنه يا ماما. الله، انت مش كنت قايل لفريده انك هتقول لها قبل ما تاخد الاجازه دي عشان تترتب هي مع مامتها وتبقى هناك في نفس الوقت؟ معلش يا حبيبتي، محتاج اقعد لوحدي شويه. انت ليه بقى مصمم تحمل باباك مسؤوليه حاجه هو ملوش دعوه بيها خالص يا عمر؟ انا ما بحملش حد مسؤوليه حاجه يا ماما، انا بس في حسبه في دماغي محتاج اقعد مع نفسي شويه عشان اوصل لها. حسبه ايه بقى؟ حسبه يا ماما، حسبه ما اقدرش اقولها لك دلوقتي، لازم اوصل لمفتاح واضح فيها وبعد كده تعرفيها. وهتقعد قد ايه هناك؟ وما تقوليش كام يوم. 3 4 ايام بالكتير. طب ممكن بقى لو سمحت لما اكلمك ترد عليا؟ انا مش ناقصه قلق، كفايه التوتر اللي انا فيه من ساعه ما باباك حكى لي اللي حصل بينكم في المكتب. انت مش متصور حالته بقت عامله ازاي دلوقتي، فلازم اطمن عشان اقدر اطمن. حاضر حاضر. طيب السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. لا اله الا الله يا عمر. محمد رسول الله. قصدك المساحة دي؟ معلش ثانية واحدة. اوكي اتفضلي. الو. هاي يا عالية. هاي يا فيرو. انت كويسة؟ الحمد لله. عالية انا ممكن اتكلم معاكي دلوقتي؟ في حاجة أرجنت؟ أصل عمر ما بيردش على تليفونه من امبارح وبعد كده قفله. معرفش، ما حاولتش أكلمه بقالي كتير. طب أنت ما تعرفيش هو فين؟ في البيت، أتليست لحد ما أنا نزلت كان هو هناك. طب وطنط في البيت؟ مش عارفة، بس هي اكيد نزلت اخر واحده فينا. ماشي يا عليا، خلاص انا هكلمها دلوقتي. طيب كلميها وعرفي لي، كلميني قولي لي. يلا حبيبتي انا هسيبك. باي باي باي. كنا بنتكلم ان عاوزين نكبر بس اوضه الاجتماعات. السخنه من امتى؟ طب هو هيقعد لغايه امتى؟ طب يا طنط انا ممكن استاذنك لو فتح تليفونه وكلمك تقولي لي؟ لا والله مش قصدي، بس يعني عاوز افهم من عنده شويه حاجات. ماشي يا طنط، ميرسي. يلا باي باي. احنا عندنا كم مكنه؟ 5 يا معلم. ومين احسن واحد بيسوق بعد السالك؟ تلقى يا معلم. انا اشد منه يا معلم. خليك في حالك انت يا زميلي. طيب وانت كمان اسكت. تاخد 2 معاك وتطلع من الباب الوراني وتطلع عدل على ابو رواش وتكمل زي ما وصيتك. امر كبير. وانت كل واحد فيكم يمشي دلوقتي في حاله، والساعه 12 بالظبط تكونوا كلكم هنا، مفهوم؟ عايزنا نتحرك امتى يا معلم؟ حالا. ماشي. يلا يا اولاد.
شحتفنا وراك في كل حته شويه كمان شحتفنا. يا ست اديني عازمكم على الغدا، هو انا اللي هحاسب؟ يا ساتر مش عاوز يحاسب كمان. قولي لي قعدتي مع بابا اتكلمتي معاه ولا كلامك كان مع ماما بس؟ لا طبعا قعدت معاه واتكلمت، بس طبعا ما قاليش اي تفاصيل. ولا انا عندي اي تفاصيل، كل اللي اقدر اقوله لك اني محتاج اقعد مع نفسي واحده عشان اوصل لقرار. هو ده يخليك ان انت هتقفل تليفوناتك على الناس كلها يا عمر، حتى عليا انا؟ وبعدين ايه القرار اللي انت هتاخده؟ استقالة. ايه؟ ايه؟ استقالة ايه؟ انا لسه ما وصلتش لحل، بس دي اكتر حاجة منطقية يعني وصلت لها بعد ما قعدت مع نفسي حسبتها شوية كده من غير اي ضغط على قد ما قدرت. انت عارف قرار زي ده ممكن يعمل ايه بابا؟ عارف يعمل ايه بابا، عارف يعمل ايه فيكم كلكم، عشان كده لازم احط كل في حساباتي عشان ما ارجعش اندم في الاخر. هو انا ممكن اعرف السبب ولا ده برضه مش هينفع تقوله دلوقتي؟ انت عارفه السبب يا فريده؟ لا انا مش عارفه السبب. علشان نقل القضيه بتاعت الراجل اللي قتل راجل ضابط تاني. انت ما عرفتش هم عملوا كده ليه؟ عرفت طبعا. طب ما تقابل الراجل اللي اخذ القرار ده وتحكي معاه يمكن توصلوا لحل. تفتكر انا ما حاولتش؟ مش قصدي يا عمر، بس حاول تاني يمكن يرجع لك القضيه. ما هو لو كان ينفع كان من الاول خد القرار ده يا فريد. ولما هو الوضع كده كنت بتحمل بابا المسؤوليه ليه من الاول؟ عشان كلكم عارفين ان انتم مش عايزيني اكمل في القضيه دي، واولكم بابا. يا سلام. اهدوا، في ايه يا جماعه؟ احنا مش جايين نتخانق. بص يا عمر، برغم ان انا مش مقتنع بالكلام اللي انت قاعد بتقوله على الاستقاله بتاعتك، بس ده ما يمنعش ان احنا نفكر مع بعض. ولا احنا ايه لازمتنا بقى؟ ايه؟ تفكر لوحدك بس؟ هاي، ازيك؟ وحشتيني يا فريدة. ماما؟ وحشتيني قوي. مش هقدر ابدا اشوف المناظر اللي كنت بشوفها اكتر من كده. اللي بيحصل في العالم دلوقتي مفيش اي بني ادم ممكن يتحمله. شكلها السفريه دي تعبتك قوي يا ماما. هستيريا، حاله من الهستيريا. عمري ما تصورت ابدا ان البني ادمين ممكن يتصرفوا بالوحشيه دي مهما كانت وضعهم. مش مجرد عنف ولا مجرد وحشية، لا لا لا، حاجة أكبر من كده بكثير. مرض، وباء، وباء عم ينتشر وينتشر بسرعة. سألت نفسي عن المبرر، إيه اللي ممكن يخلي الناس تتصرف بالطريقة دي مهما كانت دوافعها؟ مالقيتش رد. اللي شفته مش قادر احكيه، عقلي رافض ان انا افتكره، بس اللي شفته ملوش غير ما احنا واحد بس، ان الدنيا خلاص، الدنيا بتخلص، البني ادمين بيفقدوا انسانيتهم اللي ربنا خلقهم بيها. احنا خلاص، احنا رايحين النهائي. بس بقى يا ماما عشان خاطري قررت ارجع. قلت مش معقول افضل بعيد. قلت لنفسي عايده لحد امتى هتفضلي بعيد في الغربه، بعيد عن حبايبك، والدنيا بتخلص والنهايه قربت. قلت ارجع اقعد في وسطكم، يعيش في وسطكم، يموت في وسطكم. شكرا لك، كمان وحشتيني. الناس عماله تبهدل في بعضها، مش عارفه ليه، مش قادره افهم، مش عارفه ايه اللي بيحصل ده. قمه الوحشيه مهما كانت الدوافع بتاعتهم، لو بصينا على كل المطالب
هلاقي له حد في مقابل في ايه؟ في ناس بتدخل على ناس في بيوتها تدبح بالجملة تسلخ بالجملة. ثانية خلاص خلص خلص. أنا كويسة أوي، أنا كويسة أوي، أنا بس عارفة كنت مضغوطة محتاجة أتكلم محتاجة أفضفض، بس أنا كويسة، أنا كويسة أوي. لما جيت وشفتك أنا بقيت كويسة حبيبتي. المهم قولي، احكي لي بقى ايه اللي بيعمل الواد عمر ده؟ تمام يا فندم. اتفضل يا باشا. صباح الخير معاليك. صباح الخير يا عمر. اتفضل اشرب ايه الاول؟ لا يا فندم مش عايز اضيع وقت سعادتك. اتفضل يا فندم. ايه دي؟ سعادتك دي استقالتي يا فندم. استقاله؟ ممكن افهم السبب؟ السبب موضح في الاستقاله ساعتها. انت رحت مكتبك النهارده؟ الحقيقه لا يا فندم. لا، لازم تروح مكتبك الاول وبعدين تقرر اذا كنت عايز تستقيل فعلا ولا لا. يا فندم انا ما اقدرش اشتغل على اي قضيه ايا كان حجمها الا لما اخلص الاول قضيه امريكاني. دي مساله شخصيه سعادتك، ما اقدرش ادخل فيها القياده واحملها مسؤوليتها معايا. سعادتك عايزني في حاجه كبيره وانا ما اقدرش اناقش سعادتك فيها، لأن ده قرار بتميزني بيه عن بقية زمايلي. لكن يا فندم قضية أمريكاني بالنسبة لي ما بقتش مجرد قضية مهمة، ده قضية كرامة يا فندم، قضية حياة أو موت سعادتك. يعني أنت مصمم يا عمر؟ أكيد يا فندم، بعد إذن سعادتك. الو، اكلم فاروق باشا سلطان. ازيك يا فتحي؟ ازيك يا استاذه فريده؟ الجماعه فين؟ موجودين فوق، اتفضلي ثانيه واحده بلغ. شكرا. هاي يا فريده. ازيك يا طنط؟ مقهوره والله يا فريده، مقهوره قوي. معلش، هو فين؟ قاعد فوق في اوضته. طب انا هطلع له. لا استني، خليكي معايا شويه، عمك قاعد معايا. اوكي. طب وهي عاليه فين؟ في شغلها، بس اول ما عرفت جت على طول واضطرت تنزل تاني، بس برضه جايه على طول ان شاء الله. تمام. هو خالد فوق؟ قاعد برضه في اوضته. بصي انا هطلع اقعد معاها شويه. طب تشربي ايه عشان اخلي توحه تحضرها لك؟ اي حاجه يا طنط، مش فارقه. اوكي. يلا، عم اذنك. اتفضلي. الو. ايوه يا علي، انت فين؟ تعرف يا عمر يا ابني، وانا قد كده كان ليا اتنين زمايلي بيحاربوني حرب، كان انا عدو ليهم مش زميلهم. وقضيت سنين كتير قوي مش عارف اركز في شغلي خالص، كل اللي كنت بعمله اني افكر ازاي اخلص من كل المقالب اللي عمالين يدبروها لي عشان ملفي ما يتبقعش باي نقطه ممكن تبعدني عن حلمي. حلمي اني ابقى وزير داخليه. الحكايه طولت قوي قوي، وحسيت ان الحلم بيبعد عني بيبعد. قلت خلاص بقى ما بديهاش، اروح البلد واقعد اباشر الارض والاملاك بتاعتنا هناك. لكن فجاه ربك كبير جات لي على طبق من ذهب ان هما الاثنين عملوا غلطه بشعه تمس شرف المهنه
الوكلاء قدامهم حل من الاثنين، يا الإقالة يا الاستقالة. طبعا فضلوا الاستقالة، وكل واحد منهم دلوقتي بقى له دنيته. وأنا لأول مرة أحس إن أنا قريب أوي من الحلم بتاعي، حلم إن أبقى وزير داخلية. وخصوصا اليومين دول حسيت إن حلم قرب أوي. بص يا ابني، عشان تحقق حلمك لازم تصر عليه. لما تصر على تحقيق حلمك وعلى تحقيق أفكارك، القدر نفسه هيبقى واقف جنبك. ممكن يبعد عنك فترة، وفترة كبيرة قوي، لكن ما تعرفش هو مخبي لك إيه. مخبي لك الصح، وتحس إن هو واقف جنبك إذا أنت مصر على تحقيق حلمك، وبيقدم لك حلمك في الوقت المناسب وبطريقة أنت ما كنتش تتخيل أبداً إن هو في الوقت ده هيجي لك تحقيق حلمك. بس أنا دلوقتي كبرت في السن، مش عارف إذا كنت هقدر أحقق حلمي ولا الأيام هتخلي حلمي بعيد عني. بعد الشر على حضرتك يا بابا. الموت يا ابني مش حاجة وحشة، الموت ده قدر. وزي ما أغلبية الفلاسفة والمفكرين قالوا إن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الدنيا، وأنا معتقد في القول ده قوي قوي. الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي في الدنيا. الحكاية دي فكرتني إن أول ما بنتخرج من الكلية، فاكر يا ابني اللي متخرجين في إيد كل واحد مننا شهادة، شهادة التخرج، شهادة الوفاة. انت فاكر اهو. انا عمري يا بابا ما نسيت حاجه حضرتك قلتها لي الا كلمه واحده، لما طلبت منك يوم ما اتخرجت انك تكمل تشوف انا وصلت لايه، تكمل بعد يعني. ساعات يا بابا بنوعد وعود واحنا مش عارفين احنا هنقابل ايه في حياتنا، ما بنعرفش اللي هنقابله في حياتنا ده هيخلينا نعرف ننفذ وعودنا ولا لا. بص يا ابني، ادام ارتضيت لنفسك انك تبقى ضابط شرطه، يبقى لازم تحط في وعيك حاجة واحدة بس، إنك في يوم من الأيام هتشوف زميلك اللي قعدتوا مع بعض سنين الكلية الطويلة دي وهو مقتول بين إيديك. طبيعة الشغلانة يا ابني. أنا كنت متأكد من كده، كنت عامل حسابي على أبشع من كده 100 مرة كمان. بس لما حصل بقى حصلت حاجة تانية، اكتشفت إن أنا مختلف عما كنت متخيل. ساعات يا بابا الحاجة لما بتحصل بتخلينا نكتشف ان احنا مش زي ما كنا عارفين عن نفسنا. واضح يا بابا ان انا اضعف من حضرتك او مختلف. واضح ان الحاجات العادية في شغلانتنا ما تناسبنيش، ما اعرفش اتعامل معها بشكل عادي. عارف زي بالظبط اللي جاب 100% في الثانوية العامة وكان حلم حياته انه يخش كلية الطب، واول ما دخل الكلية في اول محاضرة شاف جثة وقع من طول واغمى عليه، اكتشف انه ما ينفعش يكمل في الكليه دي. ناوي على ايه بقى يا ابني؟ محتاج بس ان انا يعني اختفي 10 ايام، اشوف ناس تانيه، اقعد في حته تانيه، انام واصحى في مكان تاني خالص، واسمع كلام جديد. تعالى يا بابا طول ما انا قاعد هنا مش هنتكلم غير في الموضوع ده، والاكتئاب هيفضل موجود على طول، مش عارفين هيخلص امتى. عموما الاجراءات بتاعت الاستقاله بتاعتك هتاخد وقت، ودي فرصه يعني عشان تفكر وتراجع نفسك، وخصوصا في القرار الاخراني، القرار المهم. يا ريت تفكر كده مع نفسك بهداوه وبرواقه لحد ما توصل للقرار الاخير اللي انا عايز اسمعه منك. أكيد يا بابا أنا هوصل لقرار في الآخر، وأكيد برضو إن أنا هشارك حضرتك فيه. توعدني؟ أوعد حضرتك. أهلاً أهلاً أهلاً، إزيك يا فريدة يا بنتي؟ عاملة إيه؟ كويسة؟ الحمد لله تمام. عشان خاطري يا بنتي
حاولي تقنعيه. حاضر. يلا بركة فيكي. خلاص ماشي؟ ماشي فين بس يا سمية؟ ده انا لو رايح العين السخنه هقعد اكتر من الحبه اللي هقعدهم عند صاحبي دول. اكتر حاجه هتجنني اني مش عارفه ايه اللي في دماغك. ما تقلقيش من حاجه، انا محتاج اشوف ناس كتير، اسمع افكار جديده، عايز اعرف انا هعمل ايه وانا هادي. في حاجات كتير مهمه محتاج احدد انا هخلصها ازاي، ولازم تكون صح. هكلمك كل يوم ونتقابل كمان. ايه رايك اعدي عليكي بعد بكره في الجمعيه ونخرج نتغدى سوا؟ بجد يا عمر؟ هو انا مسافر؟ انا موجود يا ماما، بس محتاج اقعد شويه مع نفسي اركز بس مش اكتر. خير يا جمعه؟ في اتنين بره بيه بيسالوا على عمر باشا. عمر بيه يا ابني في اجازه. بس هما يا باشا بيسالوا عليه عشان قضيه الملكيه. طب خليهم يخشوا، اتفضل. طب اسيبك انا بقى يا مندي. رايح فين يا صاوي؟ اقعد وشوف البلاوي دي، اقعد يا عم جنبي. صباح الخير يا باشا. سالك يا باشا. سالك. يا اهلا وسهلا. ألف سلامة عليك، اقعدي. الله يسلمك يا باشا. خير؟ احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله لحضرتك يا باشا. اتفضلي. أنا ميرفت. ميرفت بنت الست إحسان اللي أنتوا مسكتوها واتضربت بالنار وهي رايحة النيابة يا باشا. هو في حد في الاسم ده ما يعرفش ام ميرفت؟ احنا عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله بخصوص امريكاني يا باشا. طب ما تقولي، هو انا ماسكك؟ امريكاني هرب يا باشا. احنا عارفين انه هرب. اه بس انتوا ما تعرفوش هو راح فين. احنا ما يفرقش معانا راح فين او جه منين، لان ما فيش حاجه قانونا على الامريكاني. بس انتوا يا باشا عارفين ان البضاعه اللي اتمسكت عند امي تبقى بضاعته. احنا متاكدين ان البضاعه بتاعته، لكن النيابه والمحكمه ما بتاخدش غير بالادله والاثباتات، وكل الادله والاثباتات دي كلها ضد امك. ولا انت شايف ايه يا عم سالك؟ يا باشا يا باشا، انا امي اتباعت يا باشا، امريكاني باع، وانا وسالك بقى ما بقاش عندنا اي هم في الدنيا دي غير ان احنا نجيب داهم زي ما جاب داهم. احنا سالنا على عمر بيه قالوا لنا في اجازه، واحنا بقى عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله له. كويس يا ميرف انك انت جيتي، واي كلام عايز توصليه لعمر بيه تاكدي انه هيوصل له عن طريقي او عن طريق الصاوي بيه. ماشي يا باشا. احنا عارفين امريكاني فين، وعارفين كمان راح لمين، وعندنا معلومات كتير قوي ممكن تخليكوا تقبضوا عليه من غير ما يلاقي خرم ابره يقدر يفرفص منه. افهم من كده بقى يا عم سالك انك انت نويت تسلم المعلم بتاعك. فريدة فريدة فريدة. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا قلبي، يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. بقولك ايه؟ انا حسيت انك انت مفضلي، قلت اما اجيب النسكافيه بتاعك وبتاعي ناخد النسكافيه سوا، بدل الحكايه بقى مرسم ومنفضه بقى. يا حبيبي، هو انا ينفع نفض لك؟ لا طبعا. طب يلا يا قلبي. الله يا فريدة، حقيقي حلو بجد يا بابا. عجبك؟ حقيقي حلو يا فريدة. نازلة السلالم يا ما شاء الله عليها. يا رب يخليك يا حبيبي. تسلم يا عمري. تصدقي انها فعلا حلوه؟ عشان انت بس اللي شايفها. صار ان انا مش بتكلم عن اللوحه. امال على ايه بالظبط؟ يا قلبي انا بتكلم عن رسمه اللوحه. يا بابا ربنا يخليك ليا. بس على فكره انا زعلان منها. ليه بس كده؟ إنها مخبية عليا كتير، مع إن المفروض إن أنا الوحيد اللي مش مفروض إنها تخبي عليا حاجة، صدقيني.
يا بابا مش صح. هو كل الموضوع انه ماما لسه واصله امبارح وما كانش هينفع نتكلم في اي حاجه. خلاص اديني جيت لك المرسم اهو واقول لك ايه، انا مش هتكلم. طب قول لي انت عاوز تسمع ايه بالظبط وانا تحت امرك. فريده ايه رايك؟ في ايه بالظبط؟ في استقاله عمر. والله يا بابا الموضوع ده يعني في الاول في الاخر هو شغله هو حر فيه. انا في الاول اتضايقت بس بعدين لما فكرت فيها بيني وبين نفسي لقيتني كده فرحانه قوي من جواي. انت مصدقه انه استقال برضو علشان يبعد عن القضيه فريده؟ لا يا بابا، ده هو استقال اساسا عشان هم شالوه من المهمه دي وادوها لحد تاني. صوري ان انت فاهمه غلط. ازاي يا بابا؟ انت فاهمه عمر كويس. ده عمر بنفسه بيقول لي انت اكتر واحده فهماني وفهماني اكتر حتى من نفسي. لازم اقول لي كده واكتر من كده علشان يطمنك ويخليك مطمنه ومستريحه قوي علشان تبقي مقتنعه باللي هو بيفكر فيه يا فريده. بص يا بابا، انا عارفه ان انت عندك تحفظات كتير على عمر بس مش لدرجه ان انت تخليني اشك فيه. انت عارفه كويس قوي قد ايه عمر عنيد. انا عارفه يا بابا، وعشان كده هو استقال، مش عشان موضوع القضية إن هو مش عاوز يكمل فيها، بس عشان شالوا منه المهمة دي وادوها لحد تاني. عمر ما سابش القضية لأنه زعلان، هو ساب القضية علشان يكمل فيها يا فريدة. إزاي؟ أنا مش فاهم. من طول ما هو عمر في الخدمة وفي النظام فيه مليون ألف قيد عليه، يحد من حريته، ما يخلوهوش لائق انه ياخد الخطوه في تنفيذ اللي هو عايزه. لا يا بابا، عمر عمره ما كان مجرم.